السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو غادي يخص إن شاء الله الفرد من فروض اللغة الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي، واللي غادي يخص إن شاء الله الوحدة الرابعة، يعني التلاميذ والتلميذات اللي داروا الوحدة الرابعة مع الأساتذة ديالهم. هاد الفروض غادي يهمهم إن شاء الله، وحتى التلاميذ اللي باقي ما وصلوش للوحدة الرابعة هاد الفروض غادي يهمهم باش يستافدوا إن شاء الله منين يديروا الوحدة الرابعة ويديروا الفروض ديالها. إذا مرحبا بكم، مرحبا بكل متتبع جديد على نظام القناة ديالي، ورحب بكم وأدعوكم للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. إذا اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم لا كومبريونسيون دو ليكري، فهم المقروء. عندنا النص هنايا وعندنا لي كيستيون، غادي نحاولوا نقراو النص ونشرحوه مزيان ومن بعد نجاوبوا على لي كيستيون بروبوزي ici. دونك اون فا كومونسي باغ لو تيكست، دونك سويف افيك موا، جو في فو لير. La brosse à dents musicale de Louise. Louise avait pensé à une invention musicale pour encourager l'hygiène bucco-dentaire. Je me suis souvenu récemment de cette merveilleuse idée que j'aurais dû faire breveter la brosse à dents MP3. Il y a de nombreuses années sûrement, quand j'avais 8 ans, est une notion toute relative de l'hygiène. Je me disais que je perdais un temps fou à brosser des trucs qui ne voient jamais le jour. Comme les recommandations bucco-dentaires étaient de se brosser les dents 3 fois par jour, pendant 3 minutes. C'était beaucoup de temps perdu à ne rien faire. Je me disais que franchement, ça serait bien d'avoir une brosse à dents MP3 qui diffuse une belle chanson de Yannick Noah durant le temps imparti. Donc, à d'abord le texte. On va essayer de vous expliquer en arabe. La brosse à dents musicale de Louise. La fourchette de l'asnan musicale de Louise. Louise est l'extérieur. Donc, Louise avait pensé, Louise فكر à une invention musicale. فكر في واحد الاختراع موسيقي pour encourager باش يشجع على النظافة ديال الأسنان والفم. L'hygiène بوكو dentaire. Je me suis souvenu récemment de cette merveilleuse idée. يعني تذكرت كل مرة هاد الفكرة هادي أو الفكرة الرائعة que j'aurais dû faire breveter. من أجل الحصول على البراءة الاختراع. La brosse à dents MP3. يعني فرشاة أسنان MP3. Il y a de nombreuses années, sûrement, il y a de nombreuses années sûrement quand j'avais 8 ans. يعني هادي مدة كبيرة ملي كان عندي 8 سنين. Est une notion toute relative de l'hygiène. هو واحد المفهوم عنده علاقة وطيدة مع النظافة. Je me disais que je perdais un temps fou à brosser des trucs qui ne voient jamais le jour. كنت كنقول بانه كنضيع الوقت بزاف باش نغسل شي حوايج اللي ما كيبانوش اصلا في النهار. كوم لي ريكومونداسيون بوكو دونتير، بسبب داك التوصيات ديال الصحه ولا النظافه الفميه، ايتي دو سو بروسي. دونك ديك التوصيات هي انه خصنا نغسلو سناننا 3 فوا باغ جور، ثلاثه المرات في النهار، بوندون 3 مينوت، يعني لمده 3 دقائق، يعني 3 دقائق في كل مره. سي بوكو دو طون بيردو ان ريان فير، يعني بزاف ديال الوقت ضايع وحنا ما كنديروا والو، يعني كنفرشيو سناننا صافي. دونك هذه بالنسبه لهاد الكاتب بانها غير ضياع ديال الوقت. جو مو ديزي كو فرانشمون، يعني بكل صدق وبكل صراحه، سا سوغي بيان دافوار اون بروس ا دون ام بي 3، يعني مزيان انه يكون عندك واحد لابغوس يعني متطوره ويكون فيها الموسيقى ها كي ديفيز اللي كتبت اون بيل شونسون، يعني واحد الاغنيه اللي هي رائعه ديال يانيك نوا اللي هو مغني دورون لو طون امبارتي، يعني خلال هذا الوقت هذا اللي كيكون ضايع ملي كنكون كنفرشي سناني صافي مزيان. دونك هذا هو لو تيكست، غادي نحاول نجاوب على لي كيستيون بروبوزي ici. سويف افيك مو. لا بروميير كيستيون، كي لو تيتر دو سو تيكست؟ لو تيتر، لو تيتر تو سامبلومون، لو تيتر هو هذا. دونك نكتب، سويف افيك مو. دونك لو تيتر، لو تيتر دو سو تيكست اي لا بروس Adam, la brosse Adam musicale de Louise. Donc, هذا هو le titre de ce texte, la brosse Adam musicale de Louise. Deuxième question, quelle est l'invention à laquelle Louise a pensé? شنو هو الاختراع اللي فكر يديرو هاد لويس؟ دونك الاختراع اللي بغا يديرو لويس هو اختراع واحد لابغوس، واحد الفرشاة ديال الأسنان اللي هي موسيقية. دونك إلا، دونك إلا انفونتي بغا يخترع شنو أولا يخترع لابغوس أدان
ابغوص ادون، واحد الفرشاة ديال الاسنان ميوزيكال، ميوزيكال يعني موسيقية اللي غادي يعني تحسوا بالمتعة ديال انه يغسل سنانه. صافي كيسيون 3، اكوا سير اون بغوس ادون؟ شنو كت يعني هاد لا بغوس ادون شنو المعنى ديالها او شنو الهدف ديالها؟ دونك لا بغوس ادون سير دو لافي، يعني كت الهدف ديالها هو انها تغسل لنا سناننا وتبغوسي لي دون. صافي سي بيان. دونك لا بغوس ادون، سويفي افيك موا، ادون sert à ou bien sert de laver, sert de laver brosser les dents. Ça va, brosser les dents. Donc sert de laver, yeah, laver et brosser les dents. Ça va. Passons à la question 4. Que penses-tu de cette invention? Chno الرأي ديالك في هذا الاختراع هذا، شنو الرأي ديالك؟ دونك الرأي ديالي هو كو سيت انفونسيون هذا الاختراع، سيت انفونسيون اي اوتيل، هو مزيان ياك بور لي جون كي ام لا ميوزيك، كي ام لا ميوزيك ياك. شنو اخر؟ cette invention est utile pour les gens qui aiment la musique. Donc هذا الاختراع مزيان بالنسبه للناس اللي كيعجبهم يسمعوا الموسيقى. et aussi qui brosse les dents 3 fois par jour. ثلاثه المرات par jour، 3 fois par jour. d'accord، سي تري بيان. دونك التفكير ديالي بانه هذا الاختراع هو مزيان بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الموسيقى، وكذلك اللي كيبغي يبروسي لي دون 3 فوا باغ جور. صافي سي بيان. كيسيون 5، لا بروس ادون كي ديفوز لا ميوزيك اي تيل انديسبونسابل؟ واش هاد لا بروس، الفرشاه ديال الاسنان اللي كتبت او لا كتنشر الموسيقى، واش هي مهمه؟ بور موا سو ني با انديسبونسابل، سو ني با indispensable. هي ماشي مهمة، indispensable pour moi c'est pas indispensable. علاش؟ لأنه بالنسبة لي حنايا ديك الوقت هذاك اللي قال الكاتب بأنه ضايع، بالنسبة لي أنا ماشي ضايع. صافي دونك سو ني با indispensable pour moi. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص لا كومبريونسيون دو ليكري بور لو نيفو 5 اني دون لونسينيمون بريمير، الفروض ديال المرحلة الثالثة بالي 3 اكزومبل دو، النموذج رقم 2. اللي باقي ما تفرجش الفروض يدخل لا ديسكريبسيون وغادي يلقى بزاف ديال الفروض ان شاء الله، يدخل لي ليان ويتفرج كما عون ان شاء الله غادي يفهم معايا. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.